طويل العمر، السلام عليكم ومساك الله بالخير يا طويل العمر. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا طويل العمر وددت أن أكون شاعرا اليوم على كلامك الجميل عن الشعراء يا طويل العمر، الله يجزيك الخير. قلت قصيدة اسمها يعني سبحان من رفع السماء بلا عمد. نعم. وصير الإنسان من طين ملبد. طبعا يعني تكرار هذا الكلام ينفع الناس. الله يجزيك الخير. قل سبحان من رفع السماء بلا عمد وصير الإنسان من طين ملبد وبنفخة فيه من روحه وبعقل حباه وعلم مسند وإذا الملائكة له سجدا إلا الرجيم لم يكن من السجد أيها المخلوق ما غرك بخالق في صورة سواك وعقل لتهتدي تركت الهدى واتبعت مبلسا فغواك بأمان وعمر مخلد اهبط إلى الأرض ولتكن بها شقيا وضيعا أو في سؤددي إن تسمو بالروح ففي العليا تكن وإن تدنو بها ففي سافل مقعدي والعقل للنفس من المهالك حابس وبالتفاهة النفس تلهو بالمفاسد لكن قومي كانوا في معزل من الدنيا وللتعريض في صددي وإذا الجهالة ضاربة أطنابها كأنها الأعصاب شدت إلى جسدي وإذا الرسول بالقرآن هاديا والناس بين مؤمن وملحدي وإذا بخير أمة أخرجت للناس تدعو بالهدى والرشد لكن جهالة اليوم غير التي كنا بها من بعيد الأمد اليوم نأتي بكل خصة من الأفعال نلصقها بمحمد اليوم نقتل بعضنا سفها لا غاية ترجى ولا خير من مقصدي اليوم نفتح الدار طواعية لمن أراد على الإسلام أن يعتدي اليوم ندك الدور على من بها والناس بين شهيد ومشرد وإذا الدنيا لحالنا باكية ونحن بين شامت وأبلدي يا أمة الإسلام من لي ناصر غير الإله ندعوه في كل تعبد سلام على الدور ومن بها من إله الكون الواحد الصمد هذا الحاصل في هذه الأيام. الله يا طويل العمر شكرا الله يحفظك يا طويل العمر الله يجزيك الخير بالفعل.